السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الآن مع الدرس الثاني في الكيمياء العضوية والخاص بتغيير الهيكل الكربوني. إذا تختص كيمياء البترول في تحويل البترول الخام الذي يكون غير قابل للاستعمال إلى منتجات قابلة للاستعمال كمحروقات مثل البوتان والبروبان، كازوال، وقود، كيروزين، زيوت أو مذيبات إلى غير ذلك. هذه عملية التحويل تتم بثلاث طرق مختلفة. الطريقة الأولى هي تقليص السلسلة الكربونية. الطريقة الثانية إعادة تكوين السلسلة الكربونية. الطريقة الثالثة هي إطالة السلسلة الكربونية. في الدرس سنتطرق لها ثلاثة ديال الطرق باختصار. أولا بتقليص السلسلة الكربونية، إذا يتم تكسير جزيئات هيدروكربورات ذات سلاسل طويلة للحصول على جزيئات ذات سلاسل قصيرة بكيفيتين مختلفتين. إذن التقليص كاين بمعنى السلسلة كتكون طويلة تنضوا سلسلة أسيل قلية قصيرة. كاين الطريقة الأولى هي التكسير الحفزي. التكسير الحفزي يعني بوجود تكسير السلسلة بوجود حفاز. دونك يتم تكسير جزيئات المواد البترولية الثقيلة إلى جزيئات أصغر مشبعة أو غير مشبعة، وذلك بوجود حفاز. مثلا إذا خدينا جزيئات الأوكتان يمكن تكسيرها حفزيا باستخدام الحديد مثلا كحفاز إلى جزيئتين اللي هما البوتان والبوت واحد عين. الطريقة الثانية هي التكسير بوجود بخار الماء. في هذه الحالة يتم تكسير الكانات بوجود بخار الماء عند درجة حرارة اللي هي مرتفعة، تؤدي إلى تكون الكينات ذات كتلة مولية أصغر مع انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين. مثلا أخذنا البوتان يقوم بتكسير ديالو يعطينا جزيئتين من الإيثان زائد H2. كاين إعادة تكوين السلسلة الكربونية، يعني التكوين يعني كنحتفظو بنفس عدد الكربونات وتنعاودو نبدلو شكل السلسلة أو طريقة ترتيب ذرات الكربون داخل السلسلة الكربونية. ثم كاين إعادة تكوين الهيكل الكربوني بتغيير السلسلة الكربونية وتحويل الكانات الخطية إلى الكانات متفرعة أو الكينات أو مركبات حلقية. بالأمثلة ممكن نصادفو مثلا الهبطان يتحول إلى 2.4 ثنائي ميثيل بنطان، كانت السلسلة اللي هي خطية ولات سلسلة متفرعة، إذا نسميو عملية بالتفريع، أي أن قمنا بحصول على سلسلة متفرعة انطلاقا من سلسلة اللي هي خطية. هنا مثلا الهيكزان يتحول إلى ميثيل سيكلو هيكزان اللي هو عبارة عن مركب حلقي. إذا هنا بدلنا سلسلة خطية بسلسلة حلقية، غنسميو العملية بعملية التحليق. هنا مثلا عندنا سين اش 2 زين بلس 2 هي الصيغه العامه للالكانات، عن طريق ازاله الهيدروجين نحصل على سين اش 2 زين اللي هي الصيغه العامه للالكينات. دونك هنا ممكن نحضروا الكينات انطلاقا من الكانات بازاله الهيدروجين. ممكن مثلا نديروا بجوج، تكون سلسله خطيه وتقوم بعمليه التحليق اي ان السلسله تولي حلقيه مع ازاله الهيدروجين، نحصل في هذه الحاله مثلا الاكزان تحول الى البنزين. هادو كاملهم كنحتفظو بنفس عدد الكربونات، إذا هناك فقط إعادة تكوين السلسلة الكربونية فقط. الطريقة الثالثة هي إطالة السلسلة، دونك شفنا التقصير الاحتفاظ بنفس عدد الكربونات، دابا إطالة السلسلة كيف حتى هي عدة طرق. حنا نتطرقو فقط لتفاعل البلمرة لا بوليميريزاسيون. دونك البلمرة هي إضافة متكررة عدة مرات لنفس الجزيئة الأصل غير المشبعة، وتنتج عن ذلك جزيئات عملاقة تسمى متعدد الجزيئة الأصل أو البوليمير. بصفة عامة يمكن كتابة معادلة البلمرة كما يلي، وكنا عندنا N M تعطينا M N. باش نفسرو اش كيف هاد المعادلة هادي، هاد M هادي هي الجزيئة الأصل، هاد M N هي الجزيئة المحصل عليها بعد عملية إضافة متكررة. M كنضيفوها ل M كنضيفوها ل M كنضيفوها ل M N مرة، وهاد N هذا كيتسمى بمعامل البلمرة، ممكن يكون عدة مئات إلى عدة آلاف على حساب نوع البوليمير. بالأمثلة اللي ممكن نشوفو ديال هاد البوليميرات أو متعددات أو متعددات الجزيئات الأصل، مثلا خدينا الإيثيلين اللي هو الجزيئة الأصل. قمنا بعملية البلمرة غنحصلو على
متعدد الإيتيلين أو لا البولي إيتيلين. هذا كنستعملوه في عدة أدوات كما كتلاحظوا في الصورة، هادو كلهم كيتكونوا من البولي إيتيلين. مثلا مثال آخر، ناخذ مثلا البروبين بعملية إضافة متعددة أو البوليميريزاسيون أو البلمرة، نحصل على متعدد البروبين بولي بروبين اللي حتى هو ممكن نلقاوه في عدة أدوات صناعية ديال البوليميرات. فهي منها كنصنعوا البلاستيك، نصنعوا الأثواب، نصنعوا شحال من حاجة. البوليمات عندهم عدة استعمالات في حياتنا اليومية. دونك هذا باختصار ما يتعلق بالدرس الثاني للكيمياء العضوية.